بالعلم ويا العمل ضاريني جت للناس نور للأمل سابق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الصلاة والسلام على أشرف ورسول الخلق المرسلين. درس آخر من دروس من سلسلة دروس اللغة الإسبانية إن شاء الله. درس اليوم هو لا فاميليا العائلة، لا فاميليا العائلة، لا فاميليا العائلة. إذا سوف نتعرف على أن أفراد العائلة los miembros de la familia، أفراد عائلة. في هذا الحوار سوف نتعرف عن مجمل أفراد العائلة. نبدأ إن شاء الله. أليخاندرو tiene una hermana Maribel y un hermano Ricardo. Alejandro tiene una hermana Maribel y un hermano Ricardo. معناها أن أليخاندرو لديه أخت، هرمانا إذن فرد من أفراد العائلة، هرمانا أخت، سيستر، سوغ، ماريبيل، يون هرمانو ريكاردو، إذن هرمانو هو أخ، هرمانو هو أخ وهرمانا هي أخت. نعم. Alejandro tiene una hermana Maribel y un hermano Ricardo. إذن أخت، hermana وأخ، hermano. Su padre، فرد آخر، هو فعنصر آخر من العائلة. Miembro، otro miembro de la familia. Su padre، أب. El padre هو الأب. إذن أبوه، su padre، أباه. Su padre se llama Juan. Su padre se llama Juan. إذن اسم أبيه هو Juan. Y su madre أم. La madre وهي الأم. Su madre Laura. إذن تعرفنا عن الأخت هرمانا، تعرفنا على الأخ هرمانو، تعرفنا على الأب Padre، تعرفنا على الأم madre. نعيد إن شاء الله القراءة. Alejandro tiene una hermana Maribel y un hermano Ricardo. Su padre se llama Juan. اسمه Juan. أب. Y su madre Laura. ولاورا هي الأم. الأم اسمها لاورا. El hermano de Laura. El hermano de Laura يعني أخ لاورا. ما اسمه؟ روبرتو. Es el tío de Alejandro. إذن Alejandro لديه أم و أخ أمي، أخ أمي الذي هو بطبيعة الحال تيو، الذي هو تيو، إذن خال، الخال. وفي اللغة الإسبانية تيو نقولها للعم أو الخال، نقول تيو للعم أو الخال. إذن تعرفنا أيضا عن تيو، تيو تعني لنا عم أو خال. إذن هنا في التاكس بطبيعة الحال خال، لأنه قال لنا الإرمانو دي لاورا. إذن الإرمانو يعني أخ أمي، أخ أمي وهو خاله. إذن روبرتو إس التيو، سوف نشرح بصفة عامة. إذن التيو يمثلنا في اللغة الإسبانية الخال أو العم. إذن التيو دي أليخاندرو. إي أليسيا إس سوتيا. إذن بما أن تيو هو العم أو الخال، إذن تيا هي العمة أو الخالة. إذن روبرتو خاله وأليسيا خالته. إذن Alejandro tiene una hermana Maribel y un hermano Ricardo. Su padre se llama Juan, su madre Laura. El hermano de Laura Roberto es el tío de Alejandro, Alicia es su tía. Okay.
Alejandro se lleva muy bien. Se lleva muy bien. مثلا عندما نقول se lleva ما المعنى؟ أنه لديه علاقة طيبة. مثلا لديه علاقة طيبة. Se lleva muy bien con su prima Isabel. Prima يعني لنا ابنة العم أم أو ابنة الخال. بريما في اللغة الإسبانية يعني لنا ابنة العم أو ابنة الخال. إذن أليخاندرا سيديرا لديه علاقة طيبة. سيديرا مبين يعني لديه علاقة طيبة مع من؟ كون سو بريما إيسابيل. إيسابيل هي أخت، هي ابنة لايخا. لايخا ابنة لايخا دوجر لايخا ابنة أليسيا. لايخا دي أليسيا. إذن أليخاندرو تجيب muy bien con su prima Isabel. لايخا دي أليسيا. إذن قلنا بأن بريما ابنة العم أو ابنة الخال بصفة عامة في اللغة الإسبانية. لا إيخا تعني لنا ابنة، الابنة الذي هناك. إذا كان هناك شخص متزوج يكون له أبناء. إذا يقول يعني ميخا ابنتي اسمها، ويقول اسم مثلا ميخا سيدياما، يقول مثلا اسم. أوكي مفهوم. إن كامبيو لقد تطرقنا لها في دروس ماضية. كامبيو أي حاجة قابلة للتغيير. إذا هنا إن كامبيو خوان هنا تعني بالمقابل. هنا في هذا التكست يعني بالمقابل. وهذه هي اللغة. لغة مثلا تكون هناك كلمة لديها معنى ثابت، ولكن في بعض الأحيان يتغير معناها حسب الجملة. إذا هنا مثلا إن كامبيو سوف تقولون لي قد قلت لنا بأن كامبيو هو الصرف، هو تشينج، هو شونج، يكون في الأبناك. نعم، ولكن اللغة ثقافتها تعتمد على المصطلحات وتعتمد على المفردات حسب الجمل. إذا إن كامبيو في المقابل خوان اسم. El padre de Alejandro أب Alejandro el padre الآن نعرفه. El padre de Alejandro no se lleva nada bien con su suegra. حماته ليست عندهم علاقة طيبة مع حماته. إذن Juan el padre de Alejandro no se lleva nada bien. إذن قلنا se lleva يعني لديه علاقة طيبة. No negación. No se lleva nada bien. ليست علاقته تمام مع سويغرا، مع حماته ماريا. لماذا ليس له علاقة طيبة؟ كي ماريا كيس وي شارلاتونا. ما معنى شارلاتونا؟ شارلاتونا وهي تشارتارا، وهي المرأة التي تتكلم كثيرا، تتكلم في أي وقت وتتكلم كثيرا. يقول هو حسبه كيس موي وهي كثيرة، موي تشارلاتونا تتكلم كثيرا، تشارتارا. سيغون إل حسب وجهة نظره. سيغون إل. إذن lo que pasa الذي وقع، أو lo que pasa es una expresión español. A mí me gusta. تعجبني. تكون تتكلم مع شخص وتقول في الإسبانية جميلة جدا. بالنسبة لإسبانيا جميلة جدا. لماذا؟ لأن فيها مفردات، وفيها يعني عبارات في الكلام تقال في الكلام، تكون تتكلم وتعطي عبارة أخرى يعني رائعة. بالنسبة لي
يعني رائعة ورائعة جدا. لو كي باسا في الكلام رائعة. لو كي باسا اس كي ماريا كيري موتشو اسو يارنو اسو يارنو الحفيد حفيد حفيد يعني لو كي باسا الذي الواقع يعني الذي وقع او ما هو الآن او الذي وقع هو ان ماريا كيرا موتشو تحب كثيرا اسو ديارنو خوان اي نو لو ديخا نونكا ان باس لا تتركه اذا كان عندنا مثلا طفل صغير مثلا لا تتركه مثلا تحبه للجنون لا تتركه في سلم او سلام نو لو ديخا ديخا وهي تركة ديخار نونكا يعني ابدا ابدا نونكا هناك عبارة اخرى خماس في الاسبانيا نفس المعنى امباس لا تتركه ابدا في سلم بيرو ولكن أليخاندرو نو استا دي اكوردو ليس متفقا بيرو تعني ولكن أليخاندرو نو استا دي اكوردو ليس متفقا لماذا ديثي يقول كي لي غوستا موتشو كونفرسار يقول بأنه يحب كثيرا التحدث conversation حوار con su abuela dice pero ولكن Alejandro no está de acuerdo ولكن pero Alejandro no está de acuerdo ليس متفقا لماذا dice يقول que le gusta mucho conversar أنه يحب كثيرا الحوار التكلم التحدث مع من؟ كون مع سو أبويلو أبويلو هو الجد والجد بردون أبويلا مع الجدة أنه يحب التكلم مع الجدة ماريا إي كون إل أبويلو كارلوس يحب التكلم مع الجد والجدة لماذا؟ كي سيمبري وهي دائما توجور أولويز دائما تينين عندهم muchas يعني مجموعة historias que contar مثلا الجد والجدة عندهم مثلا حكايات كثيرة دائما يستفيد أليخاندرو ليس متفق لماذا؟ لأنه ذكي يذهب عند جده وليد جدته وتحكي له أو يحكي له يعني الماضي لقد كنا في عندما كان إلى آخره كان هناك كنا في بيت قديم نعم يستفيد من تجارب يحكون له قصة يحكون له إذن أليخاندرو ذكي في نظري pero Alejandro no está de acuerdo ليس متفق dice يقول que le gusta mucho conversar أعجبني هذه الجملة الأخيرة أنه يحب التكلم con su abuela يعني مع جدته ماريا مع جده كارلوس لماذا؟ لأنهم دائما que siempre tienen عندهم muchas يعني historias حكاية كثيرة que contar يحكون Juan se lleva bien con los otros miembros. Juan لديه علاقة طيبة مع otros يعني other miembros أفراد العائلة de la familia. En particular وهي على الخصوص con su sobrina. Sobrina وهي مثلا sobrina كيف أشرحها مثلا إذا كان شخص متزوج صبرينا هي ابنة الأخ أو ابنة الأخت
مباشرة كيف تشرحها بالصينية، اشرحها بالعربية. إذن صابرينا هي ابنة الأخ أو ابنة الأخت. سو صابرينا إيسابيل إي كون سو كونيادو روبرتو. من أنا كونيادو؟ مثلا شخص متزوج، متزوج شخص متزوج من فتاة، فتاة مثلا لديها أخت، أخته تلك الفتاة سوف تقول لك مي كونيادو، وأنت سوف تقول لها مي كونيادا. أظن بأنها واضحة. In particular con su sobrino, sobrina, perdón Isabel, y con su cuñada Roberto. Su cuñado, perdón, Roberto. نعم، سوف أعيد القراءة. Alejandro tiene una hermana Maribel, un hermano Ricardo. Su padre se llama Juan y su madre Laura. El hermano de Laura, Roberto, es el tío de Alejandro y Alicia es su tía. Alejandro se lleva muy bien con su prima Isabel, la hija de Alicia. En cambio, Juan, el padre de Alejandro, no se lleva nada bien con su suegra María, que es muy charlatona según él. Lo que pasa es que María quiere mucho a su yerno, Juan, y no lo deja nunca en paz. Pero Alejandro no está de acuerdo. Dice que le gusta mucho conversar con su abuela María y con el abuelo Carlos, que siempre tienen muchas historias que contar. Juan se lleva bien con los otros miembros de la familia, en particular con su sobrina Isabel y con su cuñado Roberto. Concha los miembros de la familia. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.